السلام عليكم ورحمة الله أصدقائي، أهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد، وإن شاء الله تكونوا دائما بخير، وإن شاء الله تستفيدوا من الفيديوهات اللي عم بقدم لكم إياها. واليوم إن شاء الله بدنا نعمل مع بعض المعروك بطريقة شوي هيك مختلفة. أنا سبق ونزلت عجينة 10 دقايق تقريبا، بدنا نعمل نفس الطريقة بس بشوية إضافات، يعني عن العجينة 10 دقايق. فهلأ بداية بحتاج لكاستين من الحليب، دافيات يكونوا بدرجة حرارة الغرفة مثل ما قلنا، وأنا طبعا المقادير رح أكتبها بصندوق الوصف. وبحتاج كمان 2 معلقة سكر، أنا هون عندي 3/4 الكاسة، بس رح آخذ هلأ بداية 2 معلقة من السكر، ما رح أضيف كل الكمية لأنه بعدين بيقطئ من مفعول الخميري، وكمان 2 معلقة كبار من الخميري. هلأ أول مرحلة كاستين حليب، وفيكم تستبدلون بكاستين من الماء وبتحطوا 2 معلقة كبار من البودرة، بودرة الحليب. طبعا أنا رح أكتب هالشي بصندوق الوصف، وشوفوا صندوق الوصف. هلأ خلطناهم مع بعض، منضيف كاستين من الطحين المنخول تقريبا حاعينها هيك تقديرا، أنا ناخدته قبل التصوير. هلأ بنحركهم مع بعض، وهلأ أصدقائي بعد ما حركتهم خليت المواد كلها تتجانس مع بعضها، بدي أغطيهم لمدة 10 دقايق وبنرجع لكم إن شاء الله. طبعا بدنا نخليهم بمكان دافئ. هلأ أصدقائي بعد مرور 10 دقايق شايفين تفاعلت عندي الخميرة وطلعت فقاعات. هلا بضيف بقية الطحين، ومثل ما انا مجربة طحين قبل المرة فبحتاج ل5.5 من الطحين. لو انتوا لأول مرة بتستخدموا الطحين وما بتعرفوا العيار، استخدموا اول شيء 5 كاسات وبعدين وخلوا نصف كاسة عن جنب، ولو احتجتوا بتستخدموا. وكمان حبة ملح صغيرة، 2 معلقة لبن كبار، منضيف بقية السكر تقريبا استخدمت 3/4 الكاسة سكر، ونصف كاسة من زيت النباتي، وكمان هون عندي معلقة هالمنكهات، هاي بترجع لكم. أنا حطيت هاي معلقة محلب، معلقة كبيرة محلب، وعندي كمان نص معلقة كبيرة من الشمرة، وفيكم تحطوا كمان يانسون، فيكم تحطوا حبة البركة، فهاي بترجع حسب رغبتكم. وكمان انا حابة احط كمان معاها فانيلا، كمان هاي اختيارية بالاخص انه ما في عنا بيض، فهاي اختيارية. لو في بيض حطوا خميرة، لو انتو عملتوها بالبيض حطيتوا له بيض حطوا له فانيلا، بس انا ما فيها بيض هلا، بس حبيت احط لها هيك كنكهة، انا بحبها نكهة الفانيلا. هلا بنخلطهم مع بعض، بدي اجمع العجينة، انا ما رح ادعكها ولا شيء، بس مجرد اني اجمعها بهالشكل. وهي اصدقائي بعد ما لميت العجينة بهالشكل طلعت معي. طبعا انا بحاجة كمان لطحين، رغم اني الكمية اللي استخدمتها هلا نفس الكمية استخدمتها بعد خميرة 10 دقايق، بس مع هيك لازمني كمان طحين. فهلا انا جبت كاسي، وهلا بنشوف شقد رح نستهلك. هلا قوم نلمها بهالشكل، بظن ما عاد احتاج اكثر، تقريبا استخدمت رشه بسيطه. هلا اصدقائي بعد ما صارت عندي العجينه بهالشكل، انا دهنتها من فوق بزيت نباتي، تقريبا احتجت 1/4 كاسة زيادة عن 5.5 كاسات، 1/4 كاسة، فهيك معناته أنا استخدمت 5 كاسات و3/4. تمام، هلا بدنا نغطيها ونتركها أقل شيء 1/4 ساعة، وأكثر شيء يعني 1/2 ساعة، أكثر من 1/2 ساعة ما بدنا نخليها، وبنرجع لكم إن شاء الله بعد ما تختمر وترتاح.
أصدقائي بينما ترتاح عندي العجينة بدي أعمل شوي بحشوي وشوي سادة، فبدي أحط تقريبا معلقة كبيرة ماء زهر، وبدي أحط كمان رشة قرفة، وبدي أحط كمان شوية زيت أو شوية معلقة صغيرة من السمنة، ندعكم مع بعض منيح. هلا أصدقائي بعد ما خليتها ترتاح تقريبا ربع ساعة، وهي عندي العجوة كورتها بهالشكل، وكمان عندي هون الصينية حاطت لها ورق زبدي، زمان يكون ورق زبدي دهنوه بزيت، وعندي هون كمان منسف تاني بايركس حطيت له زيت، دهنته زيت. فهلا بداية هون بهالشكل. هحط العجوة بهالشكل واللقة، بهالشكل، وحطها بالبايركس، بقطع واحدة تانية بهالشكل. هلا اصدقائي عملت اللي بعجبه بهالشكل، هلا عم شكل بالسادة، شايفين بهالشكل عملتهم. نعمل هلا في اشكال كثيرة للمعروف، فانتو حسب رغبتكم وحسب ذوقكم. هلا انا عملت بهالشكل، وبعدين بلفها بهالطريقة، واضحة معكم؟ واضحة. بعدين بجي بعملها بهالشكل من فوق من تحت، تطلع معي قريبة للوردة. طبعا انا في عندي زيت عم دهن ايدي والطاولة كمان، طبعا الطاولة نظفتها انا، او فيكم تحطوا طحين عشان يسهل التشكيل بهالشكل. وهي اصدقائي بعد ما شكلتهم للماروكات بهالشكل، ها عندي هون اللي بعجبه، بدي اتركهم يرتاحوا ربع ساعة، نص ساعة، نصف ساعة، وبعدين نرجع لكم ان شاء الله. هلا اصدقائي بعد ما مرور نصف ساعة الضعف عند الحجم، انا هون حاطة معلقتين حليب كبار وشوية نسكافيه، هي القهوة سريعة الذوبان عشان هيك تعطيها لون حلو. هلا وبدي اضيف كمان سمسم، فيكم تستغنوا عنه بهالشكل. هلا طبعا انا مشغله الفرن على درجه حراره 180، مشغلته من فوق ومن تحت مع المراقبه، اذا من فوق اخذ وش المطلوب اللون المطلوب بخليه شغال من تحت، بحال اذا كمان من تحت ما كان مستوي. كمان هاي حبة البركة، طبعا لا يقل عن ربع ساعة بدنا نخليه بالفرن، ممكن ياخد ربع ساعة، ممكن ياخد ثلث ساعة، وان شاء الله بنفرجيكم النتيجة بعد الخبز. هاي اصدقائي بعد ما طلعتهم من الفرن غطيتهم شوي ببشكير، وبعدين شلتهم يعني شي خمس دقايق اقل كمان، وهلا بدي دهنهم بالشيرة هي القطر مشان هيك تعطي طعم طيبة، وبنفس الوقت بتعطي لون حلو لمعة، يعني بتعطي لمعة للمعروكات بهالشكل. طبعا انا ضلت عندي هاي الصينية تقريبا ربع ساعة تلت ساعة، من فوق ومن تحت مشغلته، حاطة بالرف الاقرب للتحت، بس صينية البايركس اخذت معي وقت اكتر من تحت، تا
تقريبا اخذت نصف ساعه لاستوت. فما نصيحه ثاني مره تخبزه بالبايركس، الافضل تخبزه بصواني الفرن الاساسيه مشان ما تاخذ معكم وقت. وهي اصدقائي شوفوا النتيجه النهائيه، كتير طري وهشي، شايفين هالمنظر كتير طري. بتمنى تجربوا هالطريقة وتنال اعجابكم. خلينا ناخذ من هي كمان، بس لانه هي لساتها سخنة. شايفين كيف هالشي وكتير طري. بتمنى تجربوها وتنال اعجابكم. لا تنسوا تدعموني باللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل زر التنبيهات ليوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.